اهلا بكل الساده المشاهدين في كل مكان اللي بيتابعونا عبر شاشه قناه النيل الازرق. الرحمه والمغفره طبعا لاستاذنا الجدال، وزي ما ذكرنا في بدايه الحلقه فراغ كبير في الساحه السودانيه بإسهاماته الكبيره جدا اللي قدمها لنا، وزي ما ذكرنا بانه كنا محتاجين في الفتره دي بالتحديد، ونحن السودان ده بشكل عام لناس ينوروا الطريق. وانا دايما قاعد اقول الشعراء والادباء المثقفين هم الناس اللي بيورونا الطريق الصحيح الناس تمشي عليه، وربنا يرحمه رحمه واسعه جدا. استاذنا الحبيب الشاعر الكبير مدني النخلي احصل الله العزاء. العزاء الجميع والعزاء للشعب السوداني غاطبه ولاسره الجدال في جميع انحاء السودان وفي حليوه بالتحديد، وربنا يتقبل قبول حسن يعني. يا رب العالمين. نعم امين. استاذ مدني النخلي تعازينا لك من جديد، ورحيل الجدال وعدد من مبدعي بلادي في الايام القليله الماضيه بالتاكيد شكل فراغ في الوسط الثقافي، وهذا الفراغ انعكس مباشره على المجتمع السوداني والحزن الكبير الذي خيم السودان عموما. نعم. وطبعا الموت حقيقة لا يمكن يعني محاورتها جدلا يعني لإقناع الناس بأنه في بديل، يعني لأنه الناس يهربوا من الموت لحياة، فغدر الإنسان أنه في الآخر بتكمل أيامه وتبقى الذكرى الجميلة وتبقى الأعمال الخالدة اللي يعني جدال وحميد وآخرين من أبناء السودان، وأستاذنا الحلو أيضا رحل في نفس اليوم تقريبا، تبقى الذكريات الجميلة والإرث الجميل اللي تركوه لشعوبهم يعني لمن هم في الحياة. يعني أنا بتخيل أنه الإنسان اللي بيطلع من هذه الحياة بلا يعني ذكرى وبلا إنسانيات مثل ما فعل الجدال، يعني طلع من هذه الحياة بحب الناس وطلع بأعمال مجيدة جدا قدمها لا زالت هي نبراس ينير الطريق يعني. نعم. فلا شك بانه الخساره والفاجعه، ولكن قدر الله فوق كل شيء، الانسان مصيره الى زوال، وزي ما اتفقنا بانه الزوال ده بالضروره انه يخلف ما هو عزاء للناس اللي فضلوا، يعني الناس كتار الان كانوا بيمشوا في المطار البارح، وناس كانوا في مدن كثيره جدا بيتصلوا تليفونات وهم في حاله من الحزن الشديد. الجدال كان قائد مسيرة، يعني إذا كان الرؤساء والحكام استطاعوا يعني بصولجان وبسلطان أن يقيموا لأنفسهم قيمة كبيرة، فالجدال أقام لنفسه احترام الكل وقاد مسيرة إبداعية كبيرة جدا ومشروع ثقافي كبير جدا يمكن زاملوا فيه وعديد من الشعراء. إذا ما يعني أتيح لنا أن نتحدث عنهم حميد أسري محمد علي الكتيابي وآخرون، يعني طبعا يضيق المجال لذكرهم. اتجهوا جميعا وهم تقريبا أبناء جيل يعني يمكن أو أجيال متقاربة، اتجهوا في اتجاه بذرة الإنسانية في هذا الوطن، ونحن في 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 في, في سنوات مضت والآن أحوج ما نكون لما وضعوه لنا من 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 نظام انساني كبير جدا نمشي على هديه. نعم. استاذنا جماعتك بالراحل علاقه طيبه جدا وتواصل جميل كعادتك مع كل المبدعين. ربنا سبحانه وتعالى من نعمه انه انا قاعد اقول انه الشعراء والادباء يعني احساسهم بالاخر دي حاجه ربنا بيزرعها في الزول موهبه يعني. نعم. شنو من المشاهدات الاخيره قبل سفره الى الدوحه؟ في ذاكرتك على الاقل يعني. والله انا كنت قريب جدا من ظرفه الصحي الاخير. نعم. يعني انا اكاد اجزم بانه هو يعني اشجع ما يكون امام هذه الصراع المحموم مع المرض يعني. وكان في حاله من الصبر يعني والتماسك القوي جدا، ويمكن انا الحاله دي شاهدتها يا مصطفى الله يرحمه مصطفى احمد. وعرفت انه هؤلاء الناس في طاقات خفيه كده جواهم لإيمان بأنه يعني هذه الحياة تستحق أن تترك فيها ما يشار إليه بأنه ذكرى جميلة يعني. فكان يتحدث باعتبار أنه ينتظر إمكانية العلاج خارج السودان يعني. وتعذرت هذه المسألة في اتجاه الدوحة، ولكن تحولت إلى القاهرة يعني. وفي القاهرة بدأ العلاج طبعا، وأنا كنت متابع أيضا من خلال يعني اتصالات،
وكان أخونا الشاعر محمد نجيب محمد علي في القاهرة وزار عدة مرات وتكلمنا، وطبعا هو كان لا يستطيع الكلام بالتلفون، وكانت يمكن دي يعني مؤشر لأنه هو ماشي في اتجاه العلاج، ولكن مشيئة ربنا جاءت غير ذلك وتم نقله إلى الدوحة، وأنا من هنا بحيي الدوحة يعني تحية خاصة، ولا أعتقد أن هنالك سوداني لا يحيي الدوحة يعني، هذه البلد العظيمة اللي هي يعني احتضنت معظم الشعوب يعني بالذات المبدعين، والسودانيين في الدوحة أنا من هنا بحييهم جميعا، هم رسل محبة والتقوا بشعب عظيم جدا وبقيادة عظيمة يعني استطاعت أن تجسد يعني معنى العلاقة الأخوية بين الشعبين وبين القيادتين يعني. أنا بتخيل إنه ما وقفت فيه الدوحة في موضوع شعر القدال شيء يذكر في التاريخ يعني، يسجل للتاريخ نموذج يسجل للتاريخ يعني. كانت وقفة قوية جدا، وبحيي الأطباء السودانيين الموجودين هناك، وبحيي يعني إخوتنا القطريين يعني احنا نعلمهم ونعرفهم، ممكن أخونا عادل التجاني قبل أيام كان موجود صحيح هنا صحيح، وهو أحد السودانيين اللي بيتابعوا الحالات اللي زي دي صحيح، وعملنا اتصالات هناك وعرفنا أنه العلاج يمشي على قدم وساق، ولكن هذا الغدر الذي يعني فجعنا جميعا لا مناص منه يعني، أمر الله، وكانت المحاولات جادة جدا وبذلت مساعي كثيرة يعني. نعم رحمة والمغفرة. القدال يعني استطاع أن يسيطر على وجدان الشعب السوداني بأعماله كانت بتلامس مباشرة الوجدان، غنى للغلابة، للوطن، للسياسة، للوضع الاقتصادي السوداني بمناحيه المختلفة، استطاع أن يستحوذ قلوب كل السودانيين. لكن بالمقابل أثناء ظروف المرضية ماذا قدم له الشعب السوداني؟ والله أنا بتخيل إنه الشعب السوداني ده قدم الكثير يعني، هذا الحب العظيم صحيح اللي شفناه في فترة مرض القدال ومتابعته، واللي شفناه في المطار، في المطار الناس بتشيش بالبكاء والنشيج الشديد وبرددوا في أعماله وفي قصائده يعني، هذه الصورة لا توجد إلا في شعب عظيم زي الشعب السوداني. الشعب السوداني هذا الشعب العظيم البسيط في اعتقادي لا يستطيع أن أقدم أكثر من ذلك يعني، لأنه الظروف عامة يعني معروفة يعني صحيح، والوضع صعب جدا، لكان بود أي واحد من السودانيين أن يقدم مملكة للجدال ويقدم لكل مبدع. فأنا بتخيل أنه نحن خلينا نقول يعني هي المنظومة أو المؤسسة الثقافية للمبدعين يعني بصفة عامة وللشعراء بالتحديد، كان يجب أن تكون هنالك مؤسسات تحمل هذا العبء في حال في مثل هذه الظروف يعني. بتخيل انه يعني شاعر لما في مؤسسه كبيره اسمها اتحاد الشعراء مثلا اذا افترضنا يعني، او في دوله فيها وزاره الثقافه يعني، عليها العبء الكبير جدا في انها تقيف في مثل هذه الظروف يعني. نحن مقدرين انه ظروف البلد لسه ما انتظمت بالشكل الممكن، ولكن ده لا يمكن ان يكون سبب في انه يعني الامور ما تمشي بالشكل الطبيعي يعني. انا بتخيل انه الاهتمام الكبير اللي قال قدال يمكن بعد خروجه من الوطن يعني هنا بالداخل في اهتمامات حصلت، لكن طبعا كانت محدوده بمحدوديه يعني امكانيات الناس هنا صحيح. ده بيدفعنا لانه نقول يجب ان تقوم المؤسسات، قيام المؤسسات في كل المجالات في البلد مهم جدا، ومن هذه المؤسسات المؤسسات الثقافيه يعني، طالما في وزارة للثقافة والإعلام، طالما في يعني أجسام كثيرة جدا تعنى بالثقافة وبالإعلام وبالفنون وكذا، يجب أن تكون هنالك في مؤسسات قوية جدا لطرع المبدع يعني. أسي ما في نظام في البلد الآن للضمان الاجتماعي للمبدعين، ما يتخيل لي ولا في اتحاد الفنانين ولا في اتحاد للشعراء الآن يمكن عنده إمكانية عشان يقدم حاجة يعني. فيجب أن تقوم هذه المؤسسات على وجه السرعة وأن تهتم بأمثال القدال يعني. القدال الحمد لله يهتم به الشعب السوداني قاطبة، يهتم بالقدال وأصدقائه وجميع المحبين له، وأنا أعلم تماما أنه وقفوا له على رجل واحد يعني سواء في القاهرة أو في الدوحة. نعم أستاذنا مدني نخلي يعني في اتجاه آخر، أستاذنا القدال واحد من القلائل اللي كتبوا برضه في القضيه الفلسطينيه، كان عنده راي واضح جدا ومؤثر. نعم هو الحقيقه واحد يمكن زي ما تفضلت
من الشعراء الأفارقة إذا افترضنا يعني. العرب طبعا تناولوا، شعراء العرب تناولوا القضية الفلسطينية، لكن جدال كتب في هذا الاتجاه وبحرقة شديدة جدا، كتب عن صبرة وشاتيلة في الفترة بتاعت المجازر، والفترة فيها عانى الشعب الفلسطيني معاناة قاسية جدا. وحتى يعني آخر أيامه وعلاقتنا به يعني ومعرفتنا به كان مهتم تماما بهذا الجانب، يعني كل ما يحدث في السياسة هو كوم في تقديري أنا، وكل ما يحدث في أذهان المبدعين المنتمين إلى الوطن الكبير الوطن العربي أو خلينا نقول العالم، المبدع لا يهتم بحدود موقع معين. صحيح، المبدع الإنساني زي كل الناس، زي هؤلاء المبدعين الموجودين عندنا في السودان، وللأسف هما يعني محيطهم الضيق هو السودان. لكن أنا بتخيل إنه المبدع السوداني ما سهل، المبدع السوداني أخواننا إذا افترضنا إنه الطيب صالح رحمه الله كان قامت تتمدد على العالم. صحيح، وليس السودان. صحيح، لكن نحن عملنا شو يعني، قدمنا شو في اتجاه الطيب صالح عشان نقول والله يا أخي هو الرفع اسم السودان عالي، ولا أتخيل إنه حمل أي جنسية غير الجنسية السودانية لحد آخر يوم من حياته، وكان سفارة وما زال سفارة إلى الآن. إلى الآن حتى الصباح أنا في بعض القنوات شايف في تحليل وقراءة لعديد من أعمال الطيب صالح، يعني كان بيتكلم عنه الشاعر الكبير الأبنودي يعني، وبيتكلم عنه بفرح، قال لما سمعت الطيب صالح سأل مني لأنه قال أنا كنت بكتب رواية أحمد إسماعيل. فبلغوا شوشو قال له يا أخي عبد الرحمن أبو نيد، قال له لو جيت القاهرة خليجيني، شوف الكلمة كيف، لو جيت القاهرة خليجيني، يعني زول مالك زمام أمور لدرجة إنه هو بقى مدرسة متجولة. ونحن طبعا في ندية كبيرة جدا بين الشعوب، يعني أنا بتخيل إنه هذه الندية استطاع إنه الطيب صالح وقدال وإذا افترض حميد وأزهري وهؤلاء جميعا استطاعوا إنه أن يحققوا للسودان هذه الندية بين الشعوب الأخرى. قصيدتنا ما سهلة، قصيدتنا إحنا تغرف الوطن العربي. يعني عبد الرحمن أبو نودي لما سمع قدال وسمع بعض الشعراء وسمع كتيابة على ما أعتقد، نعم صح، يعني وقف بإعجاب شديد جدا أمام هذا الشعر. إحنا كان بيقال عننا إنه قصايدنا عامية وعامية صعب جدا فهمها للمواطن العربي، لكن استطاع أن تصل. يعني أنا بتخيل إنه دي بحد ذاتها هي قيمة كبيرة جدا تركوا علينا هؤلاء الذين رحبوا، والبعض ما زال على قيد الحياة نتمنى لهم الصحة والعافية، أيضا ما زالوا يعملوا من أجل هذا الوطن. طيب أنت زي جبال قلت لنا محضر بعض المقاطع. أنا حقيقة في يعني لو تكلمنا عن رجع ليك قلبي المهضلم يراجع صنوف الغناوي العصية، وراجع معاك الكلام الجبيل استباك الكلام الخاوي المبهرج وخاوي الكلام المزيف، ولا فهم غير احتلام وانفصام، تموت الحروف يوم تموت القصائد مغام الطبول والبخور. يعني شوف الرفض حالة الزيف في الكلمة، المبدأ وقوة العبارة تجاه الزيف اللي كان موجود. يعني دي أغنية غناها مصطفى سيد أحمد الله يرحمه، وكتبها قدال. الأغنية دي بيقول فيها جزء عن الأطفال الصغار اللي كانوا في فترة مايو بيتعرضوا لمضايقات في الشوارع وتفتيش وكذا، ففي الجزء الأخير بيقول فيها أخير لك أقول البحر لك حشاي، أخير لك أفضفض جراب الخبايا وأقول الكلام اللي بفكفك سوارك، يوقف جدارك ويرفع عضايا تضيع الرموز التغني الكلام، وأقول السكاكر أبتني ورمتني وكفانة، وأقول العساكر التباري الكباري تفتش قلوب الجهال الشلوخهم هوية، وغني الزيوت والكنانة وكذب، وأقول البنات اللي فتحا صدور ويقابل الرشاشك وخلن جبيني كذب. يعني أنا في رؤية خاصة جدا جدا، يعني جسارة الكنداك السوداني اللي ظهرت في الصورة أخيرا، نفس الجسارة كانت موجودة في فترة مايو. في فترة الصراع المحموم جدا بين الجهات الأمنية والعسكر في اتجاه مقاومة الرفض الشعبي لمايو رحمه الله. دي صورة سجلها القدال بكاميرا خاصة جدا، ولا زالت الصورة تتوالى في ديسمبر. صحيح، اللي نحن الآن بصدده يعني. نعم رحمه الله.
قتال في مطار قتال صراحة مطار قتال علم شكل وجدان ملايين السودانيين ويعني ممكن الليلة يعني الحزن البالغ اللي استقبله به الشعب السوداني طبعا من رد الدين ورد الوفاء لما قام به ابن البلد البار اللي غنى ليها وقال في حقها شعر وقال في حقها كلام وشكل وجدان الناس يعني ربنا يرحم أستاذ محمد طارق قدار ويغفر له ويحسن له بقدر ما أعطى لهذا الشعب حيظل اسمه محفور في ذاكرة السودانيين وفي قلوبهم حيظل يعني ما تركوا باقي ونا نقول إنه يرضي الله وإن الله لن يرجعون. إنسان عظيم بكل معنى الكلمة، إنسان تجسدت فيه معاني الوطنية، معاني السودان، القيم السودانية الجميلة النبيلة. يعني إحنا إذا كنا محظوظين في حياة إننا عشنا في عصر وفي عهد القدار. هذا يوم من أيام الحزن، الحزن على القدال على رحيله. غطى هذا الحزن بجناحيه الكتيمين نظرة السماء وعم أرض السودان. فهذا شاعر باسل انتمى لضمير شعبه وكتب قصائده بدموع الفقراء وعرق المتعبين المسحوقين المحرومين من حقوقهم. غنى للوطن وللحب وللجمال ولكل المعاني الخير والقيم النبيلة. كان من حزن حظي أن شرفتني الأيام أن زاملته في منابر المقاومة السلمية منذ ثمانينة القرن الماضي ضد شمولية نظام مايو وطوال شمولية نظام الإنقاذ. كان في الصفوف الأمامية من طلائع المقاومة وظل على الدوام ممسكا ببوصلة موجهة تجاه مصالح شعبه. اتسعت قصائده لآمال هذا الشعب ولآلامه وظل لصيقا بتراب هذا الوطن، وهو إذ يعود الآن مسجا ليدفن في هذا التراب الذي أحب قريبا من طلوع أجداده، فهو من الذين يفيضون عن مساحة قبورهم بإرثه الإبداع الملتزم بقضية شعبه. سيظل حاضرا بيننا وسيزداد سطوعا كلما أوغل في الغياب. الرحمة والغفران له والعزاء لأسرة الصغيرة ولعموم جماهير الشعب السوداني.
الشباب. إنا لله وإنا إليه راجعون. لحظة وصول جثمان فقيد الوطن محمد طه الجدال إلى مطار الخرطوم، زي ما تابعتوا معنا جموع الشعب السوداني تدل على حبهم وحزنهم الشديد على فراقه، له الرحمة والمغفرة. أستاذ الشاعر مدني النخلي من جديد، يعني الجدال من الجزيرة، من قرية حلية، واحدة من القرى أيضا لها طقوسها الخاصة ولها البيئة المميزة جدا، حالها كحال عدد من مدن وقرى السودان المختلفة، أنجبت وألهمت كثير من مبدعي بلادي. نتحدث عن النشأة والميلاد. طيب، هو طبعا النشأة دي كانت مهمة جدا في 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 فهم ما وصل إليه الجدال الله يرحمه من إبداع ومن إنسانية عالية جدا جدا. النشأة دي كانت ضرورية جدا. السودان ككل نحن دائما قاعدين نبدأ من القرية ونتدرج. طبعا جزيرة هي بوتقا صهرت فيها معظم قبائل السودان بحكم من ناحية اقتصادية ومن ناحية إبداعية ومن ناحية فنية، بحكم وجود المشروع، مشروع الجزيرة في ذلك الزمان. وجدال الله يرحمه ابن هذه المنطقة، يعني يمكن تربى فيها ونشأ وترعرع في بيئة كان فيها كثير جدا من العادات والتقاليد والقيم والتربية الصوفية. بتخيل انه معظم شريط الجزيرة ده ابناءه نبغوا في العلوم ونبغوا في الفنون ونبغوا في الثقافة ونبغوا في 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 الإبداع لاعتبار نشأتهم في هذه المنطقة. كانت نشأة أول حاجة التربية، شكل التربية نفسه كان تربية محكمة، يعني يمكن بتربى في الجزيرة غير بتربى في المدن الكبيرة. المحيط الضيق بتاع الأسرة ويعني التلاقي القوي جدا بينك وبين ما حولك من أقارب، يعني يمكن في المدن الكبيرة الناس بيعرفوا بعضهم لكن ما في ترابط القوي. ما في الترابط القوي باعتبار أنه الناس جاي من أفقاع كثيرة جدا، لكن في القرية الناس أهل بعض بتعرفوا، ففي الخال وفي العم وفي كده. بعدين هي جزيرة بحكم وضع الجغرافي ملهمة، يعني جدال ويمكن والده
بعض أخوانه يمكن مبدعين بطبعهم يعني، يمكن هناك توجد المدايح، توجد يعني حتى الأغنيات نفسها، بقول غنوات اللي هي كتبت في حليوة نفسها يعني، يمكن كانت سرد واضح جدا جدا لنشأة الطفل وهو صغير بيلقى البيئة مهيئة لمسألة التلقي. وفي تلقائية ما في شيء مصنوع. صحيح. ابدا ابدا، تلقائية عالية جدا جدا، فالبيقوم في بيئة زي دي. ايضا انا داير امر على نظام التعليم في ذلك الزمن، التعليم كان يعني يمكن انتوا اجيال ما محظوظة، ما لقيتوا التعليم يعني زمانك، التعليم فيه الفلاحة، فيه أركان الثقافة والفنون، فيه الجغرافيا، كان عندها منهج محدد يعني، أنت قاعد في حليوة بتعرف أنه بورسودان فيها شنو ونيالي فيها شنو بحكم المنهج التعليمي، ده كله اكتساب كون شخصية القدارة في تقديري، وهو من منذ الطفولة ويناعة العمر بتاع الشباب، هو مبدع يعني يمكن، وفي نفس الوقت متفوق في تعليمه لدرجة أنه دخل جامعة الخرطوم، وجامعة الخرطوم في ذلك الزمان دخولها يعني بيكون على أصابع اليد معدود يمكن، ونبق فيها، ويمكن بعد ما تخرج من الجامعة تعاطيه برضو مع الوظيفة كان مختلف جدا، هو ميال جدا للعمل الجماعي والعمل التطوعي والعمل الإداري ومبدع فيه. اتزاملت أنا معه في مؤسسة نيلين القابضة، هي مجموعة شركات، وكان هو بدير مطبعة النيل الأبيض لفترة بتاعت أكثر عام، فشفت الدقة في العمل والتعامل مع العاملين معه داخل المؤسسة نفسها، فيه نوع من الأدب والاحترام يعني، شخص زي ده بيتعامل معك أنت قاعد تنظر لأنه ده تربيته تمت كيف يعني، مع الكبير ومع الصغير كان بيتعامل بكل يعني، كان بيقعد لحد الساعة 5-6 مساء عشان موضوع بسيط بخص عامل، إذا ما أنجزه ما بمشي. أنا بتخيل إنه الجزيرة وحليوة يعني أبدعت في إنتاج أمثال قدار يعني، نحن طبعا قدار بحكم إنه شاعر ومعروف ربما مسلط على الضوء، لكن بتخيل إنه حليوة فيها يعني أعداد كبيرة جدا من المبدعين في مجالات أخرى، والجزيرة ككل يعني احنا لو مسكنا والسلفاب انجبت فنان عظيم جدا مصطفى سيد احمد، يعني مسكنا يعني مناطق عديده يعني، خلينا نمشي للمبدعين في غور الجزيره نلقاهم غامات كبيره جدا، وهم في نفس الوقت ابناء الوطن العظيم ده، انتقلوا من غرام الصغيره دي ليخدموا الوطن ككل يعني، لمن عبد الغفار، الخالي محمد سلام الله يرحمهم، دول كلهم يعني الناس بتسأل بيقول لك يا اخي انت مدني دي بتجيب اللاعبين وبتجيب الفنانين، السر في كده شو؟ صحيح، لانه هي مدني مشروع الجزيره، وهو المشروع اللي استقطب جميع اهل السودان في هذه البوتقه وصهرهم في انهم يخلقوا هذا الوطن. انا بتخيل هذا المشروع لو كتب له انه في عهد الثوره والسودان الجديد ده انه قوم ثاني بحل مشكله السودان بلا جدل. استاذ مدني، واحده من الحاجات اللي بتسعد الفنان او الشاعر او صاحب الرساله بانه يكون مطمئن بانه رسالته دي واصله لاجيال مختلفه. انت امبارح كنت موجود في مطار الخرطوم الدولي ونحن موجودين، انت لاحظت بالتاكيد زي ما انا لاحظت انه في الشباب الصغار، الشباب الصغار نعم يعني كان بيبكوا بإجهاد شديد جدا، خصوصا بعد ما بدا نقل الجسمان للعربيه بتاعت المصحف يعني، كان بنات واولاد صغار في سين يافع. يلا انا داير اوريك السر في المساله دي. نعم. قدال ده اهتم بجيل ده. يعني انت تتخيل قدال ده بالقيمه الكبيره من كتاباته دي، المفروض يتعامل معاه فنانين كبار، صح؟ صحيح. انا اعلم انه في شاب هو موجود الان في الدوحه، انا بحييه من هنا، اسمه علاء الدين سنهوري. علاء الدين ده هو خريج كليه الموسيقى تقريبا، عنده اسهامات في اللحن ومغني هو ايضا. كون فرقة صغيرة يبدو إنها كانت في 2008-2009 اسمها فضاءات محايدة، وبدأ يجمع فيها موسيقيين شباب صغار في سنه، صح، بغنوا يعني على نمط شكل عقد الجلاد والفرق بتاعت الغناء الجماعي ده.
انا يوم قال لي انا تجيني بروفة عزمك في بروفة وجيته لقيت انه هو بيبرف اغنية لحنة على الدين سنهوري هي شملة كنيزة لكاتبها محمد طه الجدان. فسألته قلت له انت العمل ده يعني عندك انت؟ قال لي انا داني له قدال ولفرغتي كمان، هم كلهم شباب في سن يافعة عشرينات ومنتاشرات كده يعني. قدال نفسه وانا قاعد جا حضر البروفة، شوف مدى الاهتمام ده. ديل كم كم صحيح. كم مغني وكم مغنية وكم عازف وكلهم شباب، يعني ده جيل بربي فيه قدال، جيل كامل شو اهتم بالعمل ده الى ان اكتملت شملة كنيزة دي وبقت اغنية كبيرة جدا وهي موجودة الان يعني. وانا ما يعني من هنا بعزي برضو على دين سنهوري لانه كان بينظر لقدال نظرة الاب الروحي بالنسبة ليوم الفرقة يعني. ايضا الدجالات لو شايف كلها برضها يعني يمكن شباب في اعمار برضها اقل كثير من جيل القدال، لكن اهتموا بهم اهتمام شديد جدا يعني. ده يدل يدل على تواصل الاجيال، تواصل ايمان القدال بالشباب ومواهبهم. وده ظهر لنا البارح لما انت كنت موجود وشفنا اولاد وبنات في سن صغيره جدا وكانوا بيبقوا في شيء يعني فقدوا الاب وفقدوا الاب صحيح. وفعلا قدار والله فيه روح الاب، مش الاب الروحي، الاب الحقيقي يعني. ناس كتار بيتعامل معاهم وبهذا الروح يعني. المجالات الانسانيه دي يعني لو تكلمنا عنها ما بتكفينا فينا حلقه ولا حلقتين يعني. صحيح. انا كان مره سافرنا انا وهو مشينا الجزيره لمناسبه ونحن راجعين قال لي بالله عرج على مستشفى مدني عندي موضوع صغير. فلما نزلنا ودخلنا المستشفى دخل عدة عنابر وجا مارق قال لي معك قروش هنا؟ قلت له دار شنو؟ قال لي بس جيب الحاجة عندك في مبلغ كده اديته له. قال لي والله أنا جيت سمعت خبر إنه في ناس من الحلة عندهم زول عيان، فجيت لقيتهم جوا ووضعوا من المادة مثلا يعني. ده عمل بتخليني وكان بامكاننا نواصل نجي الخرطوم ولا تحدث اي حاجه يعني. يمكن الصفه دي برضه موجوده في عده زملاء للقدال منهم حميد الله يرحمه كان عنده امثله كثيره لاوضاع زي دي يعني. صحيح. يعني لما توفى الله يرحمه في المشرحه فتشوه لقوا جيبه خاوي ما في اي حاجه تماما، ولو علاقات وثيقه جدا بناس رجال اعمال وناس كويسين يعني. لا يجرؤ يوم من الايام يقول لهم الله يدوني حاجه لي، لكن ممكن يجوم يقول لهم ادفعوا لفلان لفلان عليكم. عشان تور المبدع الحقيقي يعني. ممكن يكون فقير من ناحيه ماديه لكن غني بالابداع طبعا وحب الناس. غني بابداع وغني اكيد اكيد. نحن فقدنا القدال كرمز وطني وثقافي وانساني كبير جدا، وايضا فقدنا الروائي والقاس عيسى الحلو والممثل بدر الدين بساطي الشهير بالبلوله طبعا، والاعلامي الزميل دكتور زهير بادناب. يعني عدد من الشخصيات الفنيه والثقافيه والإعلامية والذي برضه جات وراء بعض يعني أثرت في المجتمع السوداني. إلى أي مدى الناس تقدر تستقبل مثل هذه الأخبار الحزينة والمحافظة على هذا الإرث الفني سواء كان إعلامي أو فني أو ثقافي؟ والله طبعا في بداية الحلقة اتفقنا لأنه يعني المدة الحقيقة الوحيدة اللي ما في أي مقابل لأنه ترفض يعني، لكن بتظل الأعمال العظيمة جدا اللي بتركوها هؤلاء العظماء اللي رحلوا يعني. أي إرث زي ده بالضرورة هو بيخلي الناس دي الأحياء بيننا. صحيح. يعني أنا ناسي قد لا أتفق كثيرا بأنه هؤلاء رحلوا إلا الرحيل المادي اللي نحن طبعا مؤمنين به وده إرادة ربنا سبحانه وتعالى كلنا رحلوا، ولكن أتفق مع الناس بأنه ظلت أعماله من خالدة هي منهج ومنبر ونبراس يضيء الطريق أمام الآخرين. طالما في أحياء هم بيستنيروا يعني. نحن كثير من الإرث الفني والثقافي والعلمي مرات بنجيبه من شعوب غير سودانية يعني، وأهل الإرث ده رحلوا غادروا هذه الدنيا، ولكن تركوا لنا يعني في العلوم، تركوا لنا في الثقافة في الفنون يعني جواهر وكنوز نحن نستطيع من خلالها أن نكمل حياتنا إلى أن نلتحق بهم.
وأنا بتخيل المبدع لا يموت وصوته يظل قائم وجدال حي بأعماله، جدال حي بإنسانيته، جدال حي باسمه الكبير صحيح. اللي هو استطاع أن يخطه بحروف من نور في تاريخ سودانا. صحيح، ربنا يرحمه الرحمة واسعة جدا. أستاذ مدني سؤال أخير، واحدة من الحاجات اللي بتأرغنا كلنا وأنا متأكد أنت بتتفق معي في الموضوع ده، أنه ما بنعرف نقدم نجومنا نحن للعالم. دي واحدة من الإشكاليات الكبيرة جدا. يعني مثال يعني أسي أستاذنا الجدال أي معروف وغيره، لكن في كثير من المبدعين ما بنعرف نبذ الأرضية الصحيحة عشان ما يعني في أعمال كثيرة جدا كتبها مثلا الراحل الجدال، أنا أفتكر هنا العالم كله ممكن يستفيد منها، رسائل واضحة. نعم. طيب أنا قبل ما أجاوب لك على السؤال ده، الحقيقة في حتة مهمة جدا لابد الإشارة إليها. لغة القرية أو الريف اللي كتب بها جدال معظم أعماله، يعني هي دي ممكن تكون لغة مستعصية لإنسان المدن هنا عندنا، ناهيك عن الناس اللي خارج السودان يعني أو الشعوب الأخرى. عشان تنقل لغة أو عامية الريف إلى المدينة فيها صعوبة. يعني زمان بقول لك يا أخي زود ده بقول في شنو اللي هي لهجة القرية والبساطة دي، الكلام البسيط يعني جمرة بتحرق الواطية والنعمة بتعرف العاطية، الكلام الكتب الجدال في قصائد البسيطة دي. يعني هذا الشاعر العظيم استطاع أنه يوصل هذه العامية البسيطة إلى المدن الكبيرة وإلى خارج السودان. يعني الجدال يغرى خارج السودان بهدوء شديد جدا، يعني ما في شك بأنه هو من خلال عبد الرحمن الأبنودي وردت شهادة من شاعر عظيم مصري أنه هذا الجدال أنا بتخيل أنه ده ابني، قال هو بيطلع عليه الخال صحيح، وكان يمشي ليه في الغير. أنا بتخيل أنه لغة الجدال هي اللي قرأها الأبنود، يعني إذا كان فيها صعوبة ما كان وصلت. يلا نحن ما بنعرف نقدم مبدعنا، سؤالك نحن عندنا التواضع كثير، يعني مش مبدعنا في الثقافة والفنون والإرث الثقافي اللي عندنا نحن ما قادرين ننقله لبرا. حتى في العلوم يعني السودانيين موجودين في جميع أنحاء العالم، من أفضل الأطباء السودانيين في أمريكا وفي أوروبا في الخليج، أفضل المعلمين، لكن واحد فيهم بيطلع يقول لك أنا والله كده ما في. يعني بتلقاه ماشي متواضع جدا، إذا لابس جلابيته ذي عمته وقاعد متواضع جدا. لا تستطيع أن تعلم بأن هذا الإنسان فعلا متفرد ومبدع إلا إذا جات مناسبة. أنا استحضر مؤتمر حصل لمهندسين المعمار في الدوحة في تقريبا 86 أو 88 تقريبا، وكان من ضمن هؤلاء الباشمهندس الفنان الراحل المقيم هاشم مرغن الله يرحمه. فهاشم كمهندس معروف في الدوحة واشتغل في المعمار ما كان عنده يعني حضور غير انه بيعرفوا السودانيين كفنان، لكن المؤتمر ده وقدم ورقة يعني في من المغرب العربي من الأردن من مصر ذهلوا لهذه الشخصية الغريبة والحضور الذكي ده بالنسبة للهندسة المعمارية والحداثة اللي انتهج الزول ده في إبداعه. طيب ده منو كان بيقدمه يعني؟ هل في إعلام سوداني بيقدمه؟ انتوا قاعدين تقولوا كلام ده، انتوا إعلاميين، يلا ده برضو مسؤولية بتقع عليكم، انتوا مفروض تقدموا الناس زين. ونحن إعلامنا ذاته حقه يقفز من المحلية دي لا بعد منا، يعني نتمنى ذلك. يعني يلا دي برضو لها أوجه أخرى غير إعلامنا الداخلي، يعني سفران اللي قاعدين برا، سفراء الثقافة. يعني أنا كنت أعلم تماما في الدوحة دي في مركز الغربية، وأنا برضو برجع حي الدوحة كان منارة للإبداع لكل الشعوب. السودانيين كان عندهم نصيب كبير جدا في تقديم يعني آثارهم وقصصهم ورواياتهم وشعرهم وغناهم من خلال هذا. ده منبر برضو قدم السودان. فأنا بتخيل أن السفارات لها دور كبير جدا في هذا العمل والملحقيات الثقافية. الآن أنا الأول لأنها تعمل عملها الصحيح يعني. طيب هي مسؤولية مشتركة أستاذ مدني. النخلي سواء كان من المجتمع السوداني، سواء كان من المبدعين، سواء كان من الحكومة، سواء كان من الإعلام، له الرحمة والمغفرة الجدال، وأيضا عيسى الحلو وبسطاو الشهير بلولة ودكتور زهير بادناب، لهم الرحمة والمغفرة. نتمنى من كل السادة المشاهدين يرفعوا أكفهم بالدعاء لكل الراحلين بالرحمة والمغفرة. شكرا جزيلا أستاذ مدني. مرحبا بكم، شكرا لكم.
يوم عليك يدنا يوم ترسم.